فهمي فيلم السجينة تاني عمل حضرتك مع الفنانة إلهام شاهين. أيوة بالظبط، من تاني فيلم. أيوة. فرق كم سنة بين الفيلمين؟ حوالي 4 سنين، من يمكن 4 5 سنين. في فرق بين إلهام شاهين من 4 سنين وإلهام شاهين دلوقتي؟ تصور طبعا في فرق، وكمان الفيلم كان مختلف والدور كان مختلف، الشخصية كانت مختلفة. هي إلهام أصلها كمان الهيئة مجتهدة جدا، وبتهتم جدا بالأدوار اللي هي بتلعبها، بتهتم بالمشاهد، بالسيناريو طبعا من الأول، فبيبان قوي مجهودها اللي هي بتحطه في الفيلم يعني. فواضح طبعا ان في فرق كبير قوي في الأداء كمان. ملتزمة؟ ملتزمة جدا، ملتزمة بمواعيدها، بتحافظ دايما على ميعادها، ودايما تبقى موجودة في مكان التصوير، حتى لو ما كانتش جاهزة بتيجي في الميعاد وتجهز في مكان التصوير، وده بيبقى مهم جدا، لان على الاقل الزملاء كلهم بيحسوا ان احنا كلنا موجودين في مكان التصوير، فبنجهز مع بعض. احسن ما يبقى الممثل بيجهز في البيت فالناس بتبقى في مكان التصوير مش عارفه ايه سبب التاخير يعني، وده كويس قوي انها بتلتزم مواعيدها فعلا باستمرار يعني. الفنان كبير لما بيعمل مع فنانه زميله بيكون فرق بين فنانه واخرى من اي ناحيه؟ يعني مثلا في فنان بيقول انا بفضل او برتاح في العمل مع فلانه، والعكس مع فنانه اخرى، ايه اللي بيحدد؟ ايه المعايير اللي بتحدد؟ هو الحقيقه انا عمري ما اقتنعت بوجهه النظر دي، يعني مفيش حاجه اسمها برتاح او ما برتاحش، احنا كلنا زملاء، وكل واحد فينا ليه تركيبته الشخصيه وتركيبته النفسيه الخاصه بيه، وعلينا كلنا ان احنا نتعاون مع بعض ونتعامل مع بعض ونتعامل مع شخصياتنا يعني. انما انا عمري ما امنت بنظريه ان انا ارتاح مع حد وما ارتاحش مع الثاني يعني، ما اقدرش افهمها يعني. احنا كلنا فنانين وجايين نشتغل وبنادي عملنا بصدق وباخلاص، وعلينا ان احنا نتكيف مع شخصيات بعض يعني، ونستحمل بعض يعني زي ما بنقول. العمل الفني سواء في السينما او المسرح او التلفزيون بتعملي فيه بروح الاسره؟ انا فعلا بحب الجوده قوي يعني، لما بخش في عمل وبحس فيه بروح الاسره انا ببقى كويسه يعني، انا بقدر ابدع في العمل ده، بحس انه دور ممكن يعمل علامه. وبالعكس لو دور انا مقتنعه بيه جدا ودور كويس فعلا على السيناريو ودخلت العمل ولقيت الجو اللي فيه فيه جو تفكك، والممثل ده كاره ده، والمخرج بيزعق كتير ومش لطيف يعني في التعامل، ومش عارفه يعني، لقيت الجو مش مريح، ببقى ممثله وحشه قوي يعني، ده اساسي برضو عندي، ما بقدرش. طب اديني مثلا افصل نفسي عن الجو اللي انا فيه. مثلا للحالتين يعني، الحاله اللي كان فيها جو الاسره بيسود وبالتالي انعكس بشكل جيد على العمل الفني، كان اي عمل؟ اكتر عمل ايام الغضب. ايام الغضب ده بقى كان فعلا اسره يعني. كان المخرج منير راضي، مدير التصوير اخوه ماهر راضي، كان المسؤول عن الانتاج هو مش المنتج، والمنتج ماهر راضي، لكن كان الاستاذ محمد راضي، لان هم عيله واحده اسره واحده، فبيساعدهم في هذه المساله، فكان المسؤول عن الانتاج الاستاذ محمد راضي، فكان كل عائله راضي، حتى المساعد المخرج ابن الاستاذ محمد راضي برضو، ايهاب راضي، في معهد السينما يعني نجح بجداره وحصل ايضا على جوائز فيلم ايام الغضب. الحمد لله. ليه؟ في حب يعني، في حب بين المجموعه وهي بتشتغل مع بعض، فده سبب الاولاني الاخلاص في الفيلم. لدرجه ان الفنانه مثلا الهام شاهين قبلت 5 مشاهد فقط. بالظبط. حصلت على جايز عليهم. بالظبط. يعني يعني الهام في الدور ده اول ما شافت الدور قالت دول 5 مشاهد بس، فقلت لها ده فعلا 5 مشاهد، بس هم دول ال5 مشاهد فعلا دول ماستر سين في الفيلم يعني، دول بيغيروا في الاحداث تماما في الفيلم يعني، بيقلب الحدث، فمهم جدا بالنسبه لك انها هي الحقيقه كانت متردده في الاول، لكن لما دخلت بقى وعرفت الشغل شكله ايه، فكانت سعيده جدا وفرحانه وطلع الدور بتاعها بهذا الشكل يعني. ما خفتيش من التجربه ان 5 مشاهد فقط لالهام شاهين وهي دايما بتقدم بطولات؟ والله انا كنت عايزه اثبت حاجه، احنا دايما كان مثلا لما يسالونا في مثلا اسال في برنامج في ريبورتاج صحفي بتختاري الدور على اي اساس، على الكيف ولا الكم، فدايما نصرح ونقول انا وكل الفنانين يعني طبعا بالكيف، ما يهمنيش الكم بس المهم الدور، بس ما كانش في حد بينفذ ده، فلما جالي الدور قلت طب ما امتحن نفسي بقى، ما هو ده المحك الحقيقي يعني، انا جالي الفرصه دور كاركتر جديد، انا ما عملتش دور المجنونه قبل كده، دور طبعا فيه مجهود ممثله،
فليه لا؟ عشان اثبت فعلا ان الممثل مهما كان بياخد بطولات او ما بياخدش بطولات، فلما بيجي دور صغير في امكانيه ممثل، ليه لا؟ ليه ما يتعملش ويتعمل باجاده؟ وكان حقيقي بقى فرحتي بيه، يعني فرحتي بالجائزه في ايام الغضب يمكن اكتر من اي فيلم عملته في حياتي. ليه؟ عشان الحكايه دي بالتحديد، حاجة ان اللي دور صغير وياخد الجوائز دي وجائزتين في مهرجانين، فكان شيء يفرح فعلا. ان يعني فعلا كمان يعني النقاد او اللجنه اللي اختارتني قالت لي ان انت عندك حق، فانبسطت ان انا صح، يعني ان فعلا الممثل مش بالكم ولكن بالكيف، بنوعيه الدور او بالمجهود اللي عمله في الدور. طب هيزعل هيزعل الناس، وانا اصلي عندي كارثه الصراحه دي، عندي حاله صراحه دلوقتي مش عارفه ليه. لا نقد ذاتي ده يعني هي الحقيقة الحكاية دي منتشرة في جو الفيديو في التلفزيون أكتر من السينما، لأن المخرج مثلا في السينما بيبقى معانا كده في البلاتو جنب الكاميرا جنبنا، ما بيبقاش محتاج أنه يزعق مثلا بصوت عالي عشان يقول ملحوظة للممثل. التلفزيون بقى فيه مشكلة التوك باك اللي بيتفتح ده، وممكن نسمع حتى لو هو بيقول ملحوظة يمكن منفعل بالملحوظة، لكن يتبين لينا احنا مش شايفين وشه انه مثلا متضايق من الممثل ده، او ممثل غلط اكتر من مره فبيعيد او اي حاجه، فساعات تتقال بطريقه، وبعدين الصوت مش بيسمع الممثل بس او المجموعه الصغيره اللي حواليه، ده اللي في الاوض اللي قاعدين في الاوض بيستريحوا بيسمعوا. فيمكن اللي عنده الحكايه دي بشكل جامد شويتين يعني الاستاذ فايق اسماعيل، انا اشتغلت معاه زمان في التلفزيون، كان يفتح التوك باك ويقول الملحوظه البلاتو يترج من صوته وبشكل عصبي جدا جدا. فيمكن من المسلسلات اللي انا عملتها عملت الدور وحش، مش عشان الدور اساسا مكتوب وحش، لاني كنت بخاف منه وعايزه يعني اقول ايه اتقيه، يعني عشان ايه ما يكلمنيش، انا بقول الكلام وعايزه اخلص وخلاص المساله بقى. افرضي انا حاسه ان المشهد انا ما عملتوش حلو، عايزه اعيده عشان اقول له اعيده، يمكن يقول لي كلمه جارحه، طب انا اوفر على نفسي. فكان اسلوبه يخلي الواحد عايز يخلص، حتة ان الممثل يبقى عايز يخلص دي لازم يطلع شغله زي الزفت. فيمكن هو مش قاصد، يمكن هو فعلا مش عصبي، لكن هي دي طريقه ادائه. لما بيجي يقول ملحوظه بيقولها بشكل بيبدو ليا انا انه عصبي، انا مش ببقى شايفه وشه، انا تحت في البلاتو وهو فوق في الكنترول. فيمكن كان صعب شويه في يعني هو في اكتر من مخرج، مش فايق اسماعيل بس، في المخرج سمير الصدفي برده تعاملت معاه برده كان عصبي قوي. فانا بكره الحكايه دي جدا، يمكن عقدتني من الفيديو، يعني بقى في ناس معدودين قليلين اللي اقدر اشغل معاهم فيديو، يعني اخاف اخد التجربه مع حد جديد كمان، اني مش ضامنه، مش عارفه هل دي سمه عامه في كل مخرجي الفيديو يعني، او كانوا قله وانا اتعقدت فاعتبرت ان ده كله بيعمل نفس الحكايه. لكن هي ما اقدرش اعممها برضو، يعني في ناس طبعا هاديه جدا وواثقه في نفسها وفي شغلها وبيعرف يتعامل مع الممثل وياخد احلى ما عنده، يعني في اكتر من مخرج برضو كده في التلفزيون. اسم المسلسل ايه اللي كان اخراج الاستاذ فايق اسمه؟ كان اسمه اهل الكهف. ليه انا كنت بديها في التوك باك الميكروفون؟ لان احنا كنا بنصور خارجي، بنصور خارجي في دهشور وفي اماكن مفتوحه عشان كل الناس تفهم انا بصور قاعد في العربيه بتاع التصوير الخارجي بتاع الاخراج بدل الاستوديو. فعشان تسمعني ويسمعوني بوجه التعليمات للجميع، مش الهام شاهين بالذات، للصوت والتصوير والمجاميع والكلام، لان كانت مشتركه هي عنصر واحد، مش الهام شاهين بتمثل لوحديها، كان معاها يعني مئات الممثلين على راسهم يحيى شاهين وعلى راسهم محمود المليجي وعلى راسهم زهره العلا وعلى راسهم، فيمكن هي حست بهذا الاحساس. انما انا حتى يعني اسف جدا ما كنتش يعني اذكر اسمها بالظبط. يعني استفدت ايه من عادل امام؟ والله يا عادل امام انا لما جيت اشتغل معاه في فيلم الهلفوت، يعني اتقال لي كده من الزملاء، يعني انت فرحانه قوي بالدور، كنت عماله اتكلم كتير قوي عنه قبل ما ابتدي اشتغله، فرحانه جدا بالدور وبالفيلم. فقالوا لي يعني ما تفتكريش ان ده الفيلم ممكن بالنسبه لك تعملي علامه فيه، لان ما فيش حد بيبان جنب عادل امام ايا كان قدراته وموهبته، يعني حب الناس ليه وقدراته الفنيه الخطيره، انه زي ما بنقول كده في لفظ دارج بنقول بيسرق الكاميرا من اي حد. ده خوف. فكنت خايفه ومش عارفه، وبعدين بيقولوا لي عادل امام عشان هو عنده مسرح ما انتش عارفه المواعيد، بتروحي بقى حسب الظروف، يمكن يتاخر، يمكن مش عارفه ايه، يعني سمعت فعلا كلام كده من الوسط،
اكتشفت انه كلام خاطئ تماما تماما تماما، وان الواحد فعلا ما يحكمش على حد الا بالتعامل معاه او ما يسمعش كلام حد، لان في ناس ساعات الفنان لما بيكون ناجح قوي بيكتر الكلام حواليه وبيبقى معظمه كلام غلط. لقيته اكتر الفنانين التزاما، يعني اول واحد بيجي البلاتو بيجي قبلي، كان حاجه غريبه فعلا. مؤكد ده من اسس النجاح.